بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ المحاضرة بتاعتنا في اه الاقتصاد الهندسي Engineering Economy Course عن الكاش فلو دايجرام اه لو جينا نقول ايه هي اهم الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة هندي مقدمة عن الكاش فلو دايجرام وبعدين هنقول مجموعة من principles of capital budget بعدين السمبل simple interest rate اللي هو الفايدة معدل الفايدة البسيطة ثم الكومباوند compound interest اللي هو معدل الفايدة المركبة ثم economic equivalence معنى التكافؤ الاقتصادي ثم مجموعة من البروبلمز problems نحلها علشان نفهم المفاهيم السابقة اللي عندي لو جينا قلنا time value of money the amount today is not equal to the same amount after in فكرة the time value of money إن القوة الشرائية لحجم معين من المال في وقت معين عند إن معينة تختلف عن القوة الشرائية لهذا الحجم عند إن بلس 1 أو بلس إم هذا يعني أن القوة الشرائية بتاعت مبلغ معين من المال ما هوش ثابت لأن التايم عبارة عن ماني، التايم عبارة عن فلوس أسباب أن فلوس النهاردة غير فلوس بكرة غير فلوس بعده ما يسمى بال opportunity to earn interest اللي هو عملية تحقيق الفايدة وما يسمى بالإنفليشن اللي هو التضخم والريسك والامبيشنس اللي يبقى النهاردة كأني لو أنا عملت هوريزون لحجم المشروع المعين وقلت أنا عندي إني بيساوي صفر وإني بيساوي واحد وإني بيساوي اتنين وإني بيساوي تلاتة في حالة آه لازم آه كل كمية من الفلوس تختلف في الزمن اللي آه متواجدة فيه لو إحنا قلنا Uh, these projects usually come from various sources including the following عشان امول المشروع عندي سواء كان new products or markets and the expansion of existing product or market في عندي research and development لازم تتدخل replacement of fixed assets uh, دي كلها قضايا بتهم uh, متخذ القرار أثناء ما بيجي يقيم المشاريع. Other investments to reduce costs, improve the quality of the products, improve morals, uh, or uh, comply with the government orders, labors, uh, insurance policies. دي كلها قضايا بتقابلني وأنا بقيم المشروعات. The evaluation of the proposed capital investments. يبقى time value of money refers to fact that money is valuable. because it can earn more money through interest من خلال الفايدة اللي عندي engineering economy is the application of principle of finance to decision making in the realm of engineer عملية تطبيق المبادئ المالية اللي عندي في اتخاذ القرار هي دي فكرة الاقتصاد الهندسي measure of force is a yardstick used to evaluate alternative it is the criteria used to determine the alternativeness of the alternate. Uh, engineering economy has developed graphical techniques for presenting a problem deal with cash flow and their things. Uh, يبقى فكرة الكاش فلو cash flow diagram. Cash flow diagram عبارة عن خط أفقي يبدأ من بداية المشروع من عند إن بيساوي صفر وينتهي عند إن كابيتال اللي هو عمر المشروع اللي عندي وبندرس ما على المشروع وما عليه من التزامات يعني اذا كان في بوزيتيف انكم تتحط في اتجاه ونيجاتيف انكم يتحط في اتجاه اخر ثم يتم دراسه هذا المشروع First some important terms اللي عندي بعض الحاجات كلمة cash inflow معناها الفلوس positive اللي جايالي money flowing into the firm from outside أو ريفينيو سيفينج سالفج فاليو وهكذا بمعنى أي إضافة أو أي فلوس تدخل الشركة بيسموها كاش inflow. الكاش أوت فلو عكس ذلك اللي هي المصروفات disbursements first cost of assets labor salaries taxes utilities rents and so on كأني لو أنا عملت خط أفقي كده هوت وقلت هنتفق نحط الجزء البوزيتيف اللي عندي في هذا الاتجاه يبقى الجزء النيجاتيف في الاتجاه الاخر اللي عندي والكلام ده ما هوش قران ممكن تحدد اي اتجاه تقول والله انا هاخد ده بوزيتيف هاخد ده نيجاتيف and سو so اون مفيش فيه مشكله عندي يبقى for many practical engineering economy problems the cash flow must be نمرة واحد assumed known with certainty لازم أنا أكون متأكد من التدفق النقدي اللي بال positives أو بال negatives وبعدين estimated أنا بعمل تقديرات ليها a range of possible realistic value provided generated from an assumed distribution and simulated a net cash flow net cash flow is a cash اللي هو ال inflow ناقص ال cash outflow for a given time period اللي عندي في عندي positive وعندي negative النت هو حصلة ما بين الاثنين we normally assume that the cash flow occur at the end of a given time period end of the period assumptions بمعنى لو أنا عندي بكلم عن العمر اللي عندي بسنوات يبقى دايما مقصود بالسنة واحد دي معناها السنة واحد دي نهاية السنة الأولى السنة اتنين معناها نهاية السنة التانية السنة تلاتة معناها نهاية السنة التالتة and so on يبقى extremely valuable analysis tool first step in the solution process هي ال cash flow diagram graphical representation on a time scale does not have to be drawn to exact scale مش لازم السكيل بالضبط لكن like approximation but should be net uh, and uh, properly labeled لازم تحط عليها البيانات بتاعتها require on most in class exams and part of the grade for the problem at hand مثلا على سبيل المثال ده منظر للكاش فلو ديجرام اللي عندي ولا في السنه الاولى في عندي نيجاتيف بهذا الشكل يعني دي عباره عن كوستس وفي ده اللي فوق ده عباره عن إنكام انكم يعني ايرادات في كل سنه من السنين تبدا تقول والله انا جاي كذا جاي لي مبلغ من المال وهدفع مبلغ من المال عن سو هو ده اللي الكاش فلو ديجرام اند اوف ذا كونفينشنز place all cash flow transaction كل الصفقات المالية عندك at the end of the period لو عندي البيرود اللي عندي مثلا سي خمس سنوات يبقى the basic timeline is shown below يبقى بعمل خط أفقي بهذا الشكل ودي زيرو معناه الآن ثم واحد بعد نهاية السنة الأولى نهاية السنة الثانية وهكذا نهاية السنة الخامسة يبقى ده منظر الكاش فلو دراجرام يبقى لما نقول هنا يبقى تي بيساوي زيرو تي بيساوي واحد أو التايم بتاعي بيساوي اتنين تلاتة and so on. A sign convention is applied positive cash flow and normally drawn upward from the timeline. Negative cash flow are normally drawn downward from the time. طبعا بقول الكلام ده ما هواش قرآن ممكن تغير بس يتودي indications للأستاذ بتاعك إن أنت هنا positive هنا negative علشان يقدر يعرف لكن ده terminology وشكرا جزيلا.